دي حاجة يعني مش بتتحكم فيها يعني مقدار كبير منها بيبقى تعرضك لخبرات مختلفة واكتيفيتيز أو أنشطة مختلفة، وتشوف اللي بيعجبك وبيبقى يعني زي شغف بالموضوع. ما أقدرش أقول إن في سبب معين، لكن الحاجة اللي كانت يعني بنسميها زي I caught the bug، يعني كنت حاسس إن يعني انسجمت بالموضوع كويس. إن أنا شفت مثلا كنت بكتب كود ساعتها في مايكروسوفت بيعمل analysis للماشينز. كان عندنا data centers كبيرة جدا فيها مثلا أكثر من 100,000 ماشين outlook.com، وكان التيم بتاعنا زي ما قلت لك هو platform as a service. فالفكرة إن أنت عندك services كتير أو شغالة front end, back end, outlook, windows phone, OneDrive، الحاجات دي كلها شغالة على platform بتاعنا. والماشينز طبعا طبيعي إن الهاردوير بيحصل مشاكل، بيحصل failures، بيحصل أخطاء، فبتشوف ايه الاكشنز اللي ممكن تاخدها عشان تصلح الماشين او تصلح الابلكيشن. مش مهم الماشين نفسها، المهم ان انت يبقى عندك حاجه بنسميها desired state، وبتشوف انت الريل ستيت دلوقتي عامله ازاي او الobserved state، وتحاول دايما توصل الابلكيشن للستيت اللي هي المفروض desired. فممكن مثلا تشوف اكشنز بسيطه زي ان انت تعمل restart للبروجرام او السيرفيس، او ممكن مثلا تعمل reboot للماشين، او ممكن تعمل فورمات للهارد ديسك او ريمج الهارد ديسك كله الاوبريتنج سيستم، او حتى تبعت تيكت لهيومنز في مثلا حد اوبريتور جوه الماشين جوه الداتا سنتر يروح يغير الماشين كلها مادر بورد او يغير هارد ديسك. فبنعمل دايجنوستكس كتير قوي، وبنعمل مونترنج على طول، ونحاول نكورليت السيمبتومز مع بعض. فدي يعني مساله سهله جدا ان الاي اي يخش ويعمل الحل الامثل في المواقف المتعرف عليها قبل كده. هو لو في عندك هيستوري بكل المواقف اللي حصلت وعندك الأحسن أكشن حصل، أنت ممكن تعمل الموضوع ده بـ AI بسهولة جدا. فأفكر لغاية دلوقتي عملت حاجة بسيطة خالص اسمها Markov Decision Process، يعني ده زي طريقة مشهورة الناس بتدرسها في الأول خالص في Machine Learning، مش حاجة معقدة. يعني الفكرة كلها إن عندك States وتتغير وبتعمل زي transition between the states، وبتشوف ايه الـ probability ان انت تروح الاستديو تاخد reward. فوريت يعني المانجر بتاعي والناس اللي معي في التيم الفكرة، وانبسطوا من الفكرة، بس قالوا يعني احنا مش machine learning team فمالناش فيه. فطب طيب خلاص ماشي، شوف بقى حد تاني يعمل machine learning واشتغل معاهم. وبعد فترة ما اشتغلت مع anti-spam كان decision trees وحاجات برضو يعتبر بسيطة شوية. ف لقيت ان مايكروسوفت عشان تروح تعمل ماشين ليرنينج بجد محتاج تروح جوه الهيد كوارترز ده في ريدموند واشنطن ستيت، فدي ولايه تانية خالص. وانا حسيت ان انا عاوز اكمل في كاليفورنيا، فشفت لينكدين، وكان ساعتها لينكدين بقى كذا مره بيكلموني يعني اللي هو ايه نظام ريكروتمنت وكده. لكن لما لقيت حاجه مناسبه ليا وممكن استمر في ماشين ليرنينج واستمر في اللي انا بعمله يعني سكيلينج سيستمز وكده، ده كان يعني الحمد لله بيرفكت ماتش. كان يعني بالنسبة لي ده فرصة مش هتعوض تاني، فده اللي خليني أروح لينكدين وأسيب مايكروسوفت. كان صعب على فكرة، مش سهل.